السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حجي. الحاج محمد الحلاق، ما هي مذكراتكم مع آية الله العظمى الفقيه الراحل السيد محمد الشيرازي قدس الله سره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لسؤالكم، السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه فقيه العصر وآية الله العظمى، هو كان يعني فلتة من فلتات الدهر، يعني ما سمعنا أنه ولا شفنا، يعني هو صدق من يقولون المجدد، فعلا هو المجدد الشيرازي رحمة الله عليه. كان الله يرحمه حتى في زمان والده الذي أنا شاهدته، أنا كنت من مقلدين والده السيد مرزا مهدي الشيرازي بذاك الزمان. حتى بذاك الزمان الأمور الإدارية للحوزة وللمرجعية اللي كانت في كربلاء كلها كان هو يديرها بزمان والده. يعني كانت الإدارة شخصية؟ اي نعم، إدارة 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 الحوزة، حوزة كربلاء. حوزة كربلاء كانت في زمان المرحوم المرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه والد السيد الفقيه، كانت حوزة عامرة، وكان هو المرحوم المرزا مهدي الشيرازي يدرس. أنا شاهدته في صحن الحسين عليه السلام يدرس الطلبة. فكان السيد محمد الشيرازي يدير شؤون والده، باعتبار والده كان كبير السن، وصل إلى 80 يجوز أكثر. فكان المرحوم عنده نشاط خارق، يعني في أول شبابه. ولما أمكن تتذكر النشاطات اللي قام بها السيد رحمه الله؟ بلي، لما ارتحل المرحوم السيد مرزا مهدي الشيرازي الله يرحمه، السيد محمد نهض في كربلاء نهضة علمية اجتماعية أخلاقية وحتى سياسية، يعني قام بنهضة عميقة، و أدار شؤون الحوزة بأحسن ما يكون، وقام يسوي مشاريع مثلا من مشاريع مدارس حفاظ القرآن للأولاد للبنين والبنات، كانت مدارس يعني حفاظ وحافظات يختمون القرآن، يختمون أجزاء من القرآن، يعطوهم جوائز، عندهم نشاطات مدرسية، عندهم مسرحيات كانوا يسووها هاي المدارس، فكانت مدارس عامرة، بالإضافة إلى المدارس الدينية الذي وسعها وكثرها ما شاء الله. مدارس أنا أتذكر حسبت كانت في كربلاء 20 مدرسة دينية، 20 كلها هو كان يديرها، ورواتبهم ومصاريفهم، يعني الطلبة كانوا مكفايين ما شاء الله. يعني عفوا، هذه المدارس بس أسسها في كربلاء لو خارج كربلاء بالقرى والأرياف؟ يعني شنو كان دور القرى والأرياف عند السيد؟ المدارس الدينية الذي قلتها 20 مدرسة، هاي كانت داخل كربلاء، داخل كربلاء، وما اقتصرت نشاطاته في كربلاء، وسعها إلى خارج كربلاء، وحتى بالقرى والأرياف، يعني بالعشائر العربية كان مسوي هيئات
وكان عنده مشروع التبليغ الديني السيار. التبليغ الديني السيار كان اشترى لهم سيارة ومجموعة طلبة يركبون بهاي السيارة، كل يوم يروحون إلى جهة من الجهات، يوم يروحون لطويريج، يوم يروحون الخان النوس، يوم يروحون العشيرة قريط، يوم يروحون منا على عون وما عون هالجوانب. فكانوا هذولا يروحون للتبليغ، حتى المواد اللي هو مثلا شاي او استكانات او شكار، وهذا هم كانوا ياخذون وياهم في سبيل حتى شنو لا يقولون هذولا جايين مثلا بلا حتى مصرفهم علينا، لا. فكان ياخذون سماعة وياخذون مبلغين ويروحون يبلغون المسائل الشرعية، إذا واحد عنده مسألة أو شيء يجمعوهم في مكان معين يعلموهم تعليمات دينية. هذه نشاطاتهم الدينية للتبليغ. وكان عنده مشاريع كثيرة، يعني يأسس هيئات بكل جوامع كربلاء كانت بها هيئات، أي جامع من جوامع كربلاء حتى اللي بالأزقة والفروع، الجوامع كان بها هيئة من أهل المنطقة أو من غير مكان، يعني مناطق أخرى، مسوين هيئة باسم إمام الأمة، باسم واحد من أهل البيت، باسم القاسم مثلا، هيئة القاسم، هيئة علي الأكبر، هيئة الطفل الرضيع، هاي الهيئات إلى ما شاء الله يسوون مجالس، قرايات، نشاطات أخرى دينية، يجمعون هالشباب، الأولاد، المجموعات اللي كانوا. فكان يعني نشاطاته عامة، كربلاء كانت مزدهرة في زمانه رحمة الله عليه. وإلى أن يعني حتى بالخارج في مدن أخرى كان عنده نشاطات. فإلى أن بعد الأخير شيء الذي الله يلعن صدام الذي هجر السيد وأذاه وسجن أخوه سيد حسن رحمة الله عليه الشهيد، انسجن ببعقوبة، وأنا رحت كم مرة رحنا لبعقوبة، سجن بعقوبة. على كل يعني الله يرحمه، من راح إلى الكويت نشاطه توسع بعد أكثر، صارت نشاطاته دولية. وحتى من راح للكويت أنا سافرت ورحت للكويت ووصلت بخدمته، شفت هناك نشاطاته. وأهل الكويت جزاهم الله خير هم كانوا محتفين به ومقلدين إليه وينفذون أوامره، والحمد لله اتوسع كلش اتوسع، صارت نشاطاته دولية بخارج البلاد الإسلامية، في البلاد الإسلامية وين ما كان أكو إسلام وأكو شيعة السيد إلى موضع إلى إبهام إلى بصمة هناك، من إقامة حسينيات وإقامة مشاريع ومساجد ومؤسسات بكندا وما كندا وبأمريكا وبلندن بكل مكان كل العالم. وأما مؤلفاته بعد مشهورة، بالألف ومئتين وكسور كتاب عنده مؤلف، ما عندنا هيك يعني شخص هيك شخص الذي هل قد عنده مؤلفات في كربلاء. كان يألف كتب صغار، كتب صغار، هكذا الشيعة، اعرف الشيعة، من هم الشيعة، كل سنة اسم فد اسم، كراس صغير. الحجاج اللي كانوا يروحون إلى مكة يأخذون هاي الكراسات وياهم
ويوزعوها هناك بالحجاز على الحجاج. كل سنة يطبعون منها 100,000 نسخة، 75,000 نسخة، مو تقول يعني 10,000 أو 1,000 أو 2,000. نشاط 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 ديني، نشر، إعلام، كتب، وزع. هاي كان الله يرحمه يوصي بطبع الكتب وتوزيع الكتب. يقول هاي قليلة قليلة، لأنه هو كان من أفكاره الله يرحمه أنه في كل بيت لازم يكون أكو مكتبة، والمكتبة اللي بالبيت لازم تحوي كتب يعني بشتى العناوين، مو يعني فد 10-20 كتاب، لا كتب. كان يوصي على شراء الكتب وطبع الكتب ونشر الكتب. كان يقول من أفكاره أنه كل بيت لازم يكون أكو مكتبة. فبصورة عامة أنه كان نشاطاته جدا جدا كثيرة، ما حد يقدر يوصل إلى يعني معرفة إلى جمع وتبويب هاي المكتبات والمدارس والحسينيات والمشاريع والمؤسسات اللي أسسها بالخارج، يعني كثيرة جدا. وبالنسبة إلى أفكاره الله يرحمه رحمة الله عليه، كان في كربلاء هذول الطلبة اللي كان يلبسهم عمامة يجتمع بهم أسبوعيا كل ليلة الأربعاء، كل أسبوع ليلة الأربعاء يجتمع بالطلبة يدرسهم دروس أخلاقية اجتماعية، محاضرة أنا كنت أحضر. وليالي الخميس كان عنده محاضرات على الكسبة، يجتمعون الكسبة في جامع بين الحرمين، الجامع الكبير، جامع كبير كان بين الحرمين اتهدم. هذا الجامع كان أسبوعيا ليالي الخميس، مو ليلة الجمعة، ليالي الخميس يجتمعون به الكسبة ويلقي عليهم محاضرة شؤون الساعة، شنو المطلوب اللي شؤون الساعة كان يتكلم بها المرحوم، فيوجه الناس على الحسنات وعلى الخيرات وعلى البر وعلى التقوى وعلى الفضائل وعلى بذل المال في سبيل الله وهاي القضايا. يعني أفكاره جدا راقية كانت رحمة الله عليه. يعني حجي هذه الأفكار احنا حاليا افتقدناها، ما واجب المرجعيات او ما هو الواجب على المرجعيات؟ والله المرجعيات الدينية الشيعية، هو ليش قالوا مرجع؟ كلمة المرجع كلمة عميقة تحوي شتى المسائل، مو بس المسائل الحلال والحرام والشاء والنجس والطاهر والكذا والهذا، لا، مرجع بمعنى اتجاه الناس، أنظار الناس وتوجه الناس كلهم اتجاههم وين؟ على المرجع. وهو المرجع طبعا يعرف نفسه أنه مرجع هاي الأمة، فشلون يوجه الأمة، شلون ينطيهم الأساليب، الطرق، الأفكار، النشر، الإعلام، الديانة، كل شيء. فهذا واجب المرجع. ومراجعنا الحمد لله كلهم ما شاء الله زينين، بس الآن في حال الحاضر يجب أن يكثفون جهودهم، يزودون من جهودهم المرجعية. الواجب علينا هم لن ننسى فد نقطة مهمة، أنه السيد سيد صادق الحسين الشيرازي سار على النهج السيد. نعم سأجيك على هذا. والمرجعيات الآن يجب في، لأنه الظروف الموجودة ظروف صعبة،
ظروف يعني استثنائية، فيجب تكثيف الجهود، اكثار التبليغ والنشر والجهود، يعني يبذلون جهود اكثر في سبيل صد هاي الهجمة الشرسة. الآن اكو هجمة شرسة على الشيعة في كل الأماكن، وفعلا سماحة السيد المرجع الفقيه آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي، احنا كنا من كان في كربلاء دائما انا يمه ويعرفني، ودائما كنا ناخذ ارشاداتنا من عنده من السيد صادق الله يحفظه ان شاء الله. فهذا السيد الجليل الان قايم بعمل جبار، ويعني حسب ما انا متورج على اعماله، بعض اعماله طبعا حمله ثقيل، ولكن هو ما شاء الله متمكن ومتمرس وشجاع اي نعم ثقيل، لانه قلت لك امور استثنائيه الان، ظروف صعبه، فالحمد لله مؤدي دوره كاملا. بس على الناس والشعوب ان يتجهون الى المرجعيه، يطيعون اوامر المرجعيه، يعني المرجع يحب انه تنتشر الفضيله، تنتشر الاخلاق الاجتماعيات، الناس ما يكون يبتعدون عن المراجع، لازم يتجهون الى المراجع، وبالخصوص السيد المرجع السيد صادق آية الله العظمى الشيرازي حفظه الله، ورحمة الله على السيد حسن الشيرازي الذي قتل في لبنان، قتله أشقى الأشقياء هذا صدام حسين لعنة الله عليه، وكذلك المرحوم الشهيد السيد محمد رضا الشيرازي الذي كنت أحبه، كنت أتجه له في كل زيارة مناسبة أذهب إلى إيران حتما كنت أروح يمه، وعندي صور وياهم ويا سيد صادق ويا سيد محمد رضا ويا كلهم ويا سيد حسن، عندي صور وياه رحمة الله عليه. وأنا من توفى السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه عندي قصيدة قصيدة رنانة تقريبا قبل ذكر القصيدة. بلي. إذا مات العالم ثلم الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. حجي سولف لي على الشعور أهالي كربلاء من سمعوا بوفاته، شنو صار كربلاء؟ يكون هم يعني أهل بيت الشيرازي ساكنين كربلاء. طبعا لما استشهد الشيرازي، توفى الشيرازي رحمة الله عليه، أو استشهد الشيرازي السيد محمد، كان طبعا هنا مخيم علينا الحكم الظالم الطاغي، كان مخيم على الشعب هذا، مخصوص شعب كربلاء، شتتهم عدمهم سجون متروسة منهم، كربلاء فرغت، بس مع ذلك كربلاء يعني أدى الدور راقي، يعني ريح الأحزان موجودة كانت. نعم نعم نعم، وكانت الهمسات في كل بيت وكل محل، واحد يخبر الثاني. نعم الأحزان انتشرت، نعم عم الحزن في كربلاء، عم الحزن، وحتى أنه سووا مجالس فاتحة ولكن بصورة خفية، يعني اي نعم سووا مجالس فاتحة بالبيوت. تحدي هذا تعتبره تحدي واضح، وبهذا السبب هوايه من سجنوا، ولكن مع ذلك أدوا دورهم أهل كربلاء جزاهم الله خير،
بلي والقصائد والكلمات. اي فانا عندي قصيده يعني قريض بالقريض كاتبها بلي، هذا قصيده كم بيت كلام مشاهد كم بيت هناك كاتب الابيات 27 بيت. اي 27 بيت. هذه في رثاء المرحوم السيد محمد الشيرازي. تراها المشاهد الكريم. اللي مطلعها اقول اعددت من قان الدموع مدادي. وجعلت من شعري شعار حدادي. اي نعم. فبيها تاريخ، تاريخ مال وفاة المرحوم. الآن بالإنترنت نعم مدونة، مدونة بالإنترنت موجود قسم القصائد للمرحوم السيد. يعني سميته أو فكرت بديوان تسميه باسم ديوان؟ عندي ديوان، عندي مجموعة قصائد بس هاي القصيدة موجودة بركن القصائد الذي على وفاة السيد المرحوم آية الله الشيرازي. أنا قصيدتي أول قصيدة إذا أطلعها على ركن القصائد بمناسبة وفاة المرحوم السيد محمد الشيرازي، قصيدتي أول وحدة. أعددت من قان الدموع مدادي وجعلت من شعري شعار حدادي، هذه مطلع القصيدة. فأنا فد يوم شفتها بالإنترنت، طلع ليها ابني شفتها. وهواي قصائد أكو، هواي قصائد. الله يحفظ السيد مرتضى القزويني عنده قصائد، مو واحدة، عنده قصائد على المرحوم. وهواي يعني شعراء أدوا دورهم بال، مع ما ذاك الوقت كانت الظروف صعبة، وكانوا إذا واحد شافه وأنه قلم ودفتر وكتابة ويقولون هذا فلان وسيد محمد وكذا، كان رأسا كان يروح. يعني لو كانت الظروف أحسن مثل هاي النعمة اللي حاليا عايشين بها، تتصور حجي كان بغير صورة؟ طبعا بغير صورة، لكن سبحان الله، الله تعالى يريد يختبر الناس، يريد يختبر المجتمع. فهذه كانت يعني فد حزن، حزن عام صار. وكذلك عندي على المرحوم السيد محمد رضا، هاي صورته أنا الشيرازي. هم عندي على من لبس عمامه هنا في كربلاء، من لبس عمامه سوات له قصيدة. كان عمره تقريبا 8 سنين 9 سنين الحوالي، لبسوا عمامة. والقصيدة سما أذكرها للأسف ما تحضرني. ايه ما تحضرني، على بالي بس مطلعها شنو كان، الله يرحمه. وكذلك من استشهد وجابوا جنازته هنا، هم سويت لقصيدة وتاريخ. الله. بلي تاريخ موجود بالكتاب اللي سووه على وفاة المرحوم السيد محمد رضا، قصيدتي موجودة. بلي. أو استشهاد، لأن استشهاد من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا. من مات على حب آل محمد مات مكتمل الإيمان، من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، فهنيئا لهم جميعا، وحشرنا الله معهم إن شاء الله. إن شاء الله، والله يحفظ، يطيل بقاء السيد محمد الصادق الشيرازي الذي هو الآن كهف الأمة، مرجع الأمة، شايل هذا الحمل الثقيل. الله يساعده، الله يساعده. أنا دائما أدعي له،
لأن حمل المرجعية مو إحنا من نصورها، ترى حمل المرجعية كلش ثقيل، كلش ثقيل، يعني مرجع الأمة ومو مرجع مع المنطقة، منطقة خاصة أو قوم أو كربلاء، لا العالم، العالم الآن تحت نفوذه، الله يحفظه إن شاء الله ويديم بقائه ويطول عمره ويحفظه من كل سوء، ويحفظكم أنتم الكادر الطيب لفضائية الإمام الحسين عليه السلام. ونشكركم جدا على إتاحة الفرصة، وأنا خادمكم. وكذلك شكرا لك حجي محمد علي، الحاج محمد علي الحلاق الكربلائي الحائري.